صباح الخير متابعينا، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة لكم. الأحوال الجوية متوقعة نهار هذا اليوم، طقس بارد نسبي في ساعات النهار لكنه مستقر، ظهور لبعض الغيوم المتفرقة، وتكون بجوانب الأجواء غالبا صافية. درجة حرارة العظمى اليوم في العاصمة عمان كحد أقصى 14 درجة مئوية. هناك هبوب لرياح جنوبية شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة أكثر من ذلك، وتكون درجات حرارة أحيانا الملموسة أقل من ذلك. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من إربد شمالا تكون 18-9، جرش 16-10، في عجلون 15-9، وفي المفرق من 16-8 درجات مئوية. المناطق الوسطى تكون في عمان 14-8، السلط 18-13، وفي مأدبة 16-8، البحر الميت 22-14، وفي الزرقاء من 16-7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية تكون في الكرك 13-5، الطفيلة 14-9، معان 14-5، في الشراء 13-7 درجات، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 23 درجة مئوية في ساعة النهار، وتكون الصغرى ليلا 14 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشت 16-6، في الصفاوي 15-4، وفي الأزرق من 17-6 درجات مئوية. هذا كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.